نحن هنا ليس في أحد الأقسام الدراسية، وإنما بمقر إحدى المؤسسات التعليمية الخاصة التي حملت على عاتقها ليس فقط التكفل بإطعام وإيواء المترشحين، وإنما قدمت لهم دروسا للمراجعة بسبب بعد مسكنهم عن عاصمة ولاية الأغواط، مع الحرص التام على تنفيذ البروتوكول الصحي. مدرسة التكوين الصناعي ارتأت هذه المرة في دورة البكالوريا 2020 أن تفتح أبوابها للممتحنين أو المسجلين في شهادة البكالوريا، تفتح أبوابها للإقامة، وذلك للظروف التي تمر بها البلاد من الحجر ونقص في توفير النقل، فارتأينا أن نكون ونمد يد المساعدة لهذا المتربصين أو لهذا الممتحنين. المترشحون لشهادة البكالوريا استحسنوا هذه المبادرة التي جنبتهم الإقصاء من هذا الاستحقاق التربوي، خاصة وأن المسافة التي يقطعوها يوميا تفوق 100 كيلومتر. سمحنا بنا حاسد الله عملنا بعيدة واحد 130 كيلومتر باش نروح ونجو، هنا رانا نعياو والحمد لله، رانا تقريبا رانا 21 هنا من طلبة من جميع البلديات المجاورة وكاين الولايات، رانا قاعدين عنده هنا ونحضروا مع بعضاتنا. كثيرين هم يعانوا من البلديات المجاورة، يعانوا من النقل، ما يخفاكمش مع تفشي مرض كورونا ومع مساكين والله يقاسوا. هي إذن صورة حية لأسمى معاني التضامن والتكافل الاجتماعي بين الجزائريين، الذين أثبتوا في كل مرة مدى حرصهم على العمل الخيري، خاصة في مثل هذه الظروف.